مساء الخير مشاهدينا حول العالم، مرحبا بكم في حلقة نقاش جديدة. ضيفتنا اليوم هي فنانة مصرية شاملة، فهي موهوبة بالتمثيل والغناء وأيضا الباليه. ضيفتي وضيفتكم لقبها الكثيرون بالوجه الملائكي، حيث أن ملامحها تتميز بالبراءة والجمال. ضيفتي وضيفتكم نجمة في الأعمال الدرامية المصرية، بداية من مسلسل سارة إلى أنا وهؤلاء وأغلى من حياتي والعار. ضيفتي وضيفتكم هي الفنانة المصرية صاحبة الوجه الملائكي، الفنانة هبة مجدي. هبة، بنرحب فيكي معنا. أهلا بيكي ومنورة ومبسوطة قوي إن أنا معاكم في البرنامج. هبة، أول شيء نحن بنبلش نسأل ضيفنا، كيف بتعرف نفسك للجاليات العربية حول العالم على المستوى الشخصي؟ على المستوى الشخصي اسمي هبة مجدي، عندي 23 سنة، لسه متخرجة السنة دي من معهد الموسيقى العربية في أكاديمية الفنون، والسنة اللي فاتت متخرجة من كلية أداب جامعة عين شمس قسم دراما ونقد مسرحي. بحب جدا التمثيل وبمثل من وانا صغيرة جدا، وانا عندي 8 سنين برضو بغني من اصغر كمان، يعني من وانا عندي 5 لكن سنين. شو قصة الباليه؟ وكمان كنت باليرينا وانا صغيرة برضو. يعني انا كان بالنسبة لي الموهبة كانت اهم بكتير من اي حاجة في الدنيا من وانا صغيرة يعني. بس كنت بذاكر وكنت بهتم بدراستي جدا بجانب الدراسة، عشان كده لما اتخرجت من المدرسة قلت ان انا لازم ادرس الفن، لازم ادرس المزيكا، ادرس الدراما عامة. يعني كان لي الحظ ان انا موهبتي بتكتمل بالدراسة وبشكل عملي الحمد لله في مجال الفن، بكمله إلى حد ما، ويا رب أكمل المشوار بنجاح إن شاء الله. هبة، على المستوى الشخصي أو على المستوى الفني، هل تقبلي أن تشاركي في عمل فني ضخم سواء كان سينما أو دراما من إنتاج إسرائيلي؟ لا طبعا، لماذا؟ انا ماليش انا في اسرائيل لا خالص وطبعا. بصراحة. لماذا؟ ماليش، لا بصي، لا اسرائيل ما عملتش حاجة لبلد كويس علشان الواحد يشاركها في انتاج بصراحة. يعني اصل هتعمل انتاج ايه؟ انتاج حاجة تبع مصر يعني؟ إنتاج فني عالمي، عمل فني عالمي. لا أنت ضد التطبيع على المستوى الشعبي مع إسرائيل؟ تطبيع بمعنى ايه؟ ان احنا نبقى أن تكون مشاركين هناك علاقة معاهم يعني؟ طيبة بين المواطن الإسرائيلي والمواطن لا، المصري علاقة سلام على المستوى ليس الإنساني. أكثر من كده يعني. إذن لا تقبلي أن تتعاملي مع مواطن إسرائيلي؟ أتعامل معاه في الوسط فني يعني؟ فنيا، إنسانيا، على المستوى الإنساني. لا أتمنى ذلك. لا تتمني. لماذا؟ علشان مش ده طموحي، مش ده اللي هل أنا لديك بوصله. تحليل بعينه للشخصية الإسرائيلية؟ لا، اشمعنى الشخصية الإسرائيلية يعني؟ إذن اشمعنى دخلتي في إسرائيل والجو ده؟ لماذا تحكمي على أشخاص لم تتعاملي معهم؟ علشان أنا عارفة تاريخنا معاهم، عارفة تاريخهم عامل إزاي. أنا مش دراية لا العرب بالتاريخ أفضلهم يعني. خاطئة، هم يقرؤون التاريخ من وجهة نظرهم ويعيدون صياغته من وجهة نظرهم. من وجهة نظر المصريين ولا العرب الإسرائيليين؟ عموما وبرضه هم فاكرين ان احنا ناس مش كويسين، ناس وحشين، وبرضه بيتخيلوا ان احنا من وجهة نظرهم إذن لماذا سيئين. يتمنون السلام معكم والتطبيع على المستوى الشعبي دائما وطالما كانت إسرائيل دولة سلم؟ بصي، اتمنى ان احنا دايما نفضل في سلام وما يبقاش في حرب وما يبقاش في مشاكل وبس. لكن لا تقبلي التعامل مع مواطن إسرائيلي لا لا على طبعا المستوى الفني ولا على المستوى الإنساني. اطلاقا، لاني أنت انا ما 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 انا ما هتعامل معاهم ازاي؟ انا ولا حتى بتكلم اسرائيلي ولا ديانتي يهودية هم ولا الكلام ده يتحدثون خالص. العربية،
هم يتحدثون العربية، نعم. أنا لا أتحدث الإسرائيلية، العبرية تقصدين؟ العبرية. نعم. سيبك من الجو الإسرائيلي ده أرجوك، لأن أنا مش في السياسة. هل تابعتي الخطاب الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي؟ لا. لم تتابعي؟ لا. هبة، بنروح لفاصل وبنرجع مع الفنانة المصرية الشاملة ذات الوجه الملائكي هبة مجدي. ليه قلقتي؟ اشمعنى اسرائيل؟ فيكي تقولي شو ما بدك، احنا بناخد رايك، فيكي تقولي. لا اصحى، لا بصي انا ما اعرفش اي حاجه عنهم وما احبش ان انا اتعامل معاهم، فانا استغربت ان انت رحتي للجو. عادي، بتقولي وجهه نظرك بصراحه، ما في حدا بيحجر على افكارك او ارائك، فيكي تقولي اللي بدك اياه. ليه هالقد ما بدك انه تتعاملي؟ انت ضد ممارسات الحكومه الاسرائيليه ام ضد الشعب الاسرائيلي ككل؟ كل طبعا. لماذا؟ لماذا انت مش شايفه هو بيعمل ايه في مع فلسطين؟ انت فنانه، لا يجب ان تتعاملي بهذه العنصريه. لا انا برضو عاطفيه جدا، ما ينفعش انا اشوف حد انسان ولا بيحترم ديانتي ولا بيحترم شخصيتي المصريه، كون ان انا انسانه مصريه ما بيحترمش المصريين، هذه معلومات، ما بيحترمش الدول العربيه، عينه على البلد من زمان جدا، ان انا احترمه يعني. لا شو بنرجع؟ انتي لبنانية صح؟ مشاهدينا، عدنا مع فنانة شاملة ومتميزة، اهلا بيكي، برحب فيكي مرة ثانية. اهلا بيكي حبيبتي. هبة، هل لديكي مبررات واضحة؟ مين اللي دخل؟ فلور، مين اللي دخل؟ حد يرد عليا يا جماعه، مين اللي دخل؟ اتفضل يا استاذ، احنا ريدي، اتفضل. يلا روح. 5 4 3 2 1. هبه، هل لديك مبررات واضحه تبرر كرهك للشعب الاسرائيلي؟ كرهي؟ نعم. انا ولا بكرهه ولا بحبه، لان اشمعنى انت بتتكلمي في السياسه؟ نحن ناخذ وجهه نظرك، رايك. اما انا قلت لك وجهه نظري في الفصل الاولاني. قد يعبر رايك عن جيلك من الشباب. لا انا قلت لك في الفصل الاولاني، انا بالنسبه لي اسرائيل مش طموحي ولا فني ولا شخصي ان انا اتعامل معاهم. اتمنى ان احنا دايما يبقى ما بينهم سلام، واتمنى ان الدول العربيه كلها تعيش في سلام، ليس أكثر ولا أقل من ذلك. ولكن لا توافقي على التعامل مع مواطن إسرائيلي على المستوى الإنساني إطلاقاً؟ أليست هذه عنصرية؟ لا. هبة، أنت تتحدثي عن ممارسات عنيفة من الإسرائيليون ضد الفلسطينيين. هذا يزعجك، وقلتي أنك إنسانة أو شخصية عاطفية جداً. جداً، المصريين معظمهم كلهم عاطفيين جداً، وأنا دايماً يعني أنتم حتى تصنفون جمهور عاطفي عالمياً، تصنفون كجماهير عاطفية. والله دي حاجة تنسب لنا كويس، والله حقيقي بجد، يعني دي حاجة كويسة أن احنا نبقى احنا عاطفيين، لأن العاطفة هي اللي بتحركنا لمشاعرنا، واحنا بما اننا عاطفيين وبنشوف العالم ماشي ازاي، بنشوف مش اسرائيل بس، امريكا مثلا لما بتيجي بتتعامل مع الدول العربيه او بتتعامل مع مثلا اي بلد تانية بقسوه، احنا دايما. هل موقفك من امريكا هو نفس الموقف من اسرائيل؟ لا مش للدرجه دي طبعا. لماذا؟ علشان امريكا ماسكه حاجات كتير جدا في العالم، علشان في مصريين كتير جدا عايشين في امريكا. لانه بس بتشوفي انه امريكا اقوى من اسرائيل، فلذلك لا تتخذين أقوى نفس الموقف تجاه لا امريكا. لا، علشان امريكا مش فكرها مش زي اسرائيل، فكر اسرائيل اصعب بكتير. امريكا هي من يدعم فكر اسرائيل في البدايه والنهايه. لدى العرب سياسياً؟ نعم.
انا ما ماليش دخل ولا بده ولا بده. نعم. يعني انا بعيش حياتي مش بالسياسة، انا بعيش حياتي باللي انا حاساه، باللي انا شايفاه. نعم. باسلوبي اجتماعيا، باسلوبي ثقافيا. فاهماني؟ رؤيتك. رؤيتي مش رؤية سياسية. نعم. قد ما هي رؤية انا شايفة ايه وبتعامل معاه. نعم. فاهماني؟ هبه قلتي لي ان حضرتك كفنانه احنا بنصور تكرهي ناس لمجرد ان احنا بنصور استاذ مشيه احنا بنصور ما بيصير هيك ابدا انا بتكلم ثواني ابدا ما بيصير هيك الاسلوب اللي حضرتك عايشه بيه يقول ادون مشيه ما بيصير هيك ابدا لا ده مش لمجرد الكره لا انا ما قلتش كره لا هي بتقول انه لمجرد كره لا لا هي بتشوف انه اسرائيل عينها على انت ما مصر بتشوفش طول الوقت اه طبعا انت بتشوف اسرائيل بتعمل ازاي مع الفلسطينيين الاعلام بينقل لكم الاسرائيليين بيعملوا ايه ما بينقلش الفلسطينيين بيعملوا الاعلام بيقول لكم ان الاسرائيليين بيعملوا ايه اه ما بيقول لكمش الفلسطينيين كمان بيعملوا ايه ايا كان ايا كان ايا كان انت عايشه في بلد اه انا بدور على بلد وحقي اقعد في بلد انت لا تبحث عن الوطن هذا حق ان شاء الله خير بس انا بقول لحضرتك اول حاجه قلتها انا ليست سياسيه انا ممثله شابه والممثله تتعامل بفنها ما تتعاملش انا لا اتعامل مع الدول العالميه انا ممثله مصريه لما باجي بمثل بمثل للمصريين وليس للعالميين للمصريين والعرب فقط لان انا لما بمثل بمثل مصري ما بمثلش اجنبي انا لا احلم بالعالميه لان انا مش قد العالميه انا احترم ان انا حجمي صغير كل واحد وعلى قد فكره وعلى قد امكانياته انا امكانياتي كده واسرائيل حجمها كبير يبقى ما تتكلموش عليها اسرائيل حجمها كبير حجمها إيه؟ ماشي على عيني وعلى راسي إيه؟ انا ما قلتش اي حاجه عنها يعني ما تغلطنيش في اي حاجه قلتها كل المشكله انه العرب لديهم وبعدين انا بقولها انا بتعامل بتكلم عاطفيا انا عاطفيا مش معجبه باللي بيحصل وما اتمناش ان احنا نفضل كده انا ما اعرفش ان البرنامج سياسي انا لو عارفه ان البرنامج سياسي انا ما كنتش جيت لان انا ليست سياسيه انا فنانه مصريه طبعا احنا بناخد رايك لانه فنانه شابه محبوبه رايك بيعبر عن كتير لا بس انتوا ما اتفقتوش معايا ان انتوا هتاخدوا رايي سياسيا على في البرنامج من او من اي تو زي شو المشكله اذا بناخد رايك سياسيا او بناخد وجهه نظرك ابقى عارفه ابقى جايه عارفه ان انا هتكلم سياسي مش هتكلم فني شو بيتغير اذا عرفتي بيتغير طبعا لازم تبقوا انتوا تتغير رايك حين اسرائيليه تتعاملي مع دي قناه اسرائيليه انت مش عارفه انا ما اعرفش ان دي قناه اسرائيليه بتتكلم فين انا ما اعرفش ان فريق الاعداد انها قناه إطلاقاً. اسرائيليه اطلاقا ولا هو انا اللي اعرفه انا اللي اعرفه انا مش شرط مش لازم ان انا احلف لك علشان تصدق انا بتكلم بصراحه انا جايه برنامج فرنسا نتعامل كمواطن ومواطنة انا اسرائيل اذا مديت ايدي بالسلام هتسلمي عليا ولا لا اه اوكي ما هو ده سلام اذا تقبلين التعامل على المستوى الانساني ماشي بلا ضرر ولا ضرار ماشي بس انا مش منطقيا انا مش منطقيا لهبة العرب لديهم ثقافة خاطئة أن هذه الأراضي ليست للشعب الإسرائيلي الديانة اليهودية أولا أم المسيحية أم الإسلام إلى أنا أين بعترف أين استقر ديانات. موسى أين استقر موسى ببني إسرائيل أليس في سيناء في دينكم بصي حبيبتي لمن أنا أنزل لمن أنا لمن طلعت هذه العيون عيون موسى هقول لك حاجه بس هقول لك حاجه عشان انتوا ما تربكونيش نعم عشان مش ده اللي انا جاي متفق عليه اوكي بعد اذنك في حلقه اسرائيل ممكن ناخد الموافقه خلاص رجع بعد اذنك يا جماعه طب ثواني بعد اذنكم معلش فين فريق الاعداد
فين البنت المعدة؟ أماندا تحت. ممكن معلش تطلع؟ أكيد. شو بدك؟ عاوزاها. أي شي بدك يا قولي لي. عاوزاها؟ أكيد. بليز بتشوفوا أماندا وينها؟ وين أماندا؟ أماندا مشيت عند أسكار برا. أماندا مو هون. مو هون. هيدا أدون ديفيد هو كمان من الأعداد من فريق الأعداد. تمام. إحنا اتفقنا طيب. تحت إنها قناة إسرائيلية ثانية. حقيقي. أنت بتقولي إننا مش اتفقنا إنها قناة إسرائيلية ثانية. حقيقي. أنا قلت لك إنها قناة إسرائيلية. قناة إسرائيلية. بس ايا كان اسرائيليه مش اسرائيليه انتوا ما اتفقتوش معايا على كده. لا اوكي انتوا ما اتفقتوش معايا على كده. لا ثواني ثواني اتكلم ثواني اتكلم. انا اسرائيلي. اسرائيل قبل اي حد يتكلم. شو بتضحكوا انتوا مصريين ما بتستهتروا باراء اخرين ليه؟ على فكره ولد حضرتك زميل ليا ويعرف انك جايه قناه اسرائيليه وهو قاعد. الزميل لحضرتك ازاي؟ بليز ما نقول مثل هيك حكي ادون ميشيل. طيب اوكي يا ريت. ما في حد حيطلع برا بلاتو. انت ليه بتتخانق معايا؟ طيب هبه انتوا بتفرضوا وجهه نظر مصريه احنا مش مقتبلينها. هو حضرتك مصري ولا ايه؟ هبة طيب معلش انا ممكن انزل اشوف بابا. هبة شو مشكلتك؟ هيخرج من بلاتو. هبة شو مشكلتك؟ شو بدك؟ طب انت ليه ادون ديفيد؟ انا بزعق عشان انتوا مصريين بتتعاملوا بدبلوماسيه كده. انا كده مش هعرف اصور البرنامج. هنصور بليز بليز صوري برنامج بليز. تسكت بقى تنصور. ايه مصريين يعني ايه مصريين؟ احنا دافعين فلوس في الارض. احنا دافعين ارض فلوس. ايوه بس ثواني ثواني انت مش دافع لي فلوس عشان انا اجي. مش لازم ندفع فلوس عشان تيجي. ما لا لا طبعا خلاص يبقى انا من حقي ان انا امشي. اوكي انا هطلعه. لو سمحتوا انا عايزه اقول لبابا هيجي عشان هي مش ناخد موافقة على الحلقة وهو جاي. أنا عايزة بابايا. معلش حلقة ما كملت. أنا عايزة بابايا بليز. أنا مش عارف فيك تتفضل بليز. بعرف إنه توترتي. أيوة طبعا لأني أنا مش متفقة على كده وأنا ما بحبش كده. أنا ما بحبش كده. أنا ممكن كانت أي واحدة تانية مكاني كانت تعمل مشكلة كبيرة جدا. ليه هبه شو بدك؟ انا بعمل لك البدك. انا ما بحبش كده ومش متفقه على كده. شو بدك؟ شو بدك؟ بدك نكفي الحلقه وتقولي يا اللي بدك اياه؟ مشاهدينا دي كانت مزاولة النهاردة. احنا زاولنا هدى مجدي الفنانة المصرية الشابة المحبوبة وانتوا هتحكموا عليها. احنا زاولنا المزاولة وانتوا هتحكموا الحكم وحنشوفكم في حلقة جديدة ومزاولة جديدة وحكم جديد والحكم بعد المزاولة. لا 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 انت فظاعة. لا 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 يخرب عقلكم. هو جاية مفشرة اصلا عامل كده. فقلت ايه ده يا ربي ايه النهاردة في ايه برنامج ايه ده؟ ايه رأيك في المقلب؟ مزاولة حلوة؟ لا صعبة قوي صعبة قوي انتوا عملتوه دوت. ما شافش الامل في عيون الولاد وصبايا البلد ترارارارا ولا شاف العمل سهران في البلاد والعزم اتولد ولا شاف النيل في حضان
عن الشجر ترانانانانا. لا والمصورين متنحين ساكتين كده واللي هم موافقين على اللي بيحصل. بتقول له انت مصري؟ انا كنت انا حسيت فجاه ان انا اتخطفت. يا حبيبتي يا مصر يا مصر, يا حبيبتي يا مصر يا مصر, يا حبيبتي يا مصر يا مصر. في الايام دي ما بقيناش عارفين مين معانا ده ولا مين علينا, دي حاجه تخنق تحير. اي نعم احنا شايفين كل الناس وطنيه ومشاعرها انسانيه, ما هو كله عمال يحور كفايه فيديوهات عيال.